تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت وزارة شؤون الشباب بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بمملكة البحرين السباق السنوي في نسخته الرابعة يوم أمس، والذي أقيم تحت شعار One Team One Run. ولدى وصول سموه موقع السباق بمقر الجامعة الأمريكية بالرفاع، كان في استقبال سموه كلا من سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج الخليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيدة سارة سحاق وكيل وزارة شؤون الشباب، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ الدكتور صقر بن سلمان الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للمدارس والجامعات ورئيس الجامعة الأمريكية السيد برادلي جي كوك. بعد ذلك أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد شارة الانطلاق للسباق السنوي الرابع لمسافة 5 كيلومتر، والذي شهد مشاركة واسعة من الطلبة والطالبات. وبهذه المناسبة أشاد سموه بتنظيم السباق، والذي يعتبر من أهم الفعاليات الرياضية التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في مملكة البحرين، لما له من دور في احتضان مختلف الفئات العمرية من طلبة وطالبات الجامعة الأمريكية ومختلف المدارس والجامعات الأخرى، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز طاقاتهم وإمكانياتهم في هذا السباق الرياضي. وأكد سموه على أهمية هذا السباق السنوي في تعزيز أهمية الرياضة والصحة في المجتمع بشكل عام ولدى الطلبة والطالبات بشكل خاص، وغرس الروح الرياضية والتنافسية فيما بينهم، بجانب تعزيز الترابط المجتمعي وتعزيز مهارات التفكير الإيجابي ومهارات الاتصال والتعارف بين الجميع، وهي القيم النبيلة التي تهدف إليها الرياضة. وأشار سمو الشيخ خالد إلى أن تنظيم السباق جسد الشراكة المثمرة بين وزارة شؤون الشباب والجامعة الأمريكية، وهو ما يتناغم مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مضاعفة الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والسعي لاكتشاف المواهب وتوفير الأنشطة والبرامج الرياضية التي تنمي قدراتهم ومواهبهم وتسهم في تعزيز مفهوم الرياضة من أجل الصحة، مشيدا سموه بدور الجامعة الأمريكية في إقامة السباق لما له من أهداف رياضية واجتماعية نبيلة.